كلام الأوتار مع الموسيقار عمار شريعي، يصحبه ناصر رشوان. أعزائي وأحبائي على قناتي على يوتيوب، أهلا بكم دايما، وهنكمل النهاردة كلامنا على الأوتار مع الموسيقار الكبير الراحل عمار شريعي. الأول أحب أقول لكم يعني أشكر كل اللي انضموا إلى القناة، ولكن في فكرة لازم تبقوا عارفينها كويس، أو إحنا كلنا نبقى عارفينها كمشتركين مع بعض في هذا العمل. لما بنعمل لايك ونفعل زر الجرس ونزود عدد المشتركين، هنقدر نستمر الحقيقة، واللي إحنا بنقدمه هيصل إلى ناس كتيرة. ففضلا يعني منكم وليس أمرا إن إحنا كلنا نفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، ونشترك في القناة عشان يبقى لها قيمة، يعني يبقى للي احنا بنقدمه قيمة تخص ناس كتير مش مجموعتنا فقط يعني. وأنا طبعا سعيد من مجموعتنا المشتركة معانا في القناة. كنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت في كلام الأوتار مع عمار، ميلاد عمار. قلنا إن ميلاد عمار الشريعي في الموسيقى والغناء له ثلاث مراحل، المرحلتين احنا حكيناهم في الحلقة اللي فاتت، هفكركم يعني بيهم، وكانوا التتر اللي عزف فيه في برنامج محو الأمية اللي هو يا أهل بلدي، وعزفه مع الأستاذ عبد الحليم نويرة، وحصوله على درجة عالية كعازف يعني ما بين خمس عازفين كبار عظام يعني كان عمار الشريعي. هنكمل في الحلقة دي ميلاده الثالث، فهو النهاردة هيحكي لنا ميلاده الثالث في الموسيقى. فتعالوا مع بعض نستمتع بالحكاء العظيم والموسيقي الأعظم عمار شريعي. كلام الأوتار مع الموسيقار عمار شريعي، يصحبه ناصر رشوان. ميلاد الثالث يوم وافقت سيدة مع صبري الله يرحمها انها تغني لي مسيكو الخشب. وجنبه في نفس السنة المسلسلين الأولانيين ليا في الإذاعة. لا لا معلش، بس نقف الأول عند مسيكو الخشب، لأنها يعني كانت ميلاد. هل يعني لقينا عمار الشريعي نقل نقلة سريعة قوي اللي هو جنبه ده؟ يعني مسيكو الخشب أغنية خفيفة وجميلة ونجحت جدا نجاح ساحق، ولكن أنت نقلت بسرعة. لا هو لأن أنا ما كنتش عايز أبقى يعني ما كنتش عايز ابتدي بمسيكو الخشب، كان نفسي ابتدي بقى من الزمن لو كان في ايدي يعني لو كان في ايدي الترتيب. هو ده المظبوط. كان نفسي ابتدي كده وبعدين اقول مسيكو الخشب، يعني اقصد اقول انا بموت في الغنوة، انا مش زعلان منها لا خالص. لكن كان نفسي ما تبقاش يعني يوم ابتدي بحاجه بتعبر عن عارف الواحد لحظه طموحه ولحظه وهو شاب صغير لسه مليان طموح ومليان وعنده كلام كتير حاول تقوله، ولسه ما طلعش الابخره الكتيره اللي بتغلي جواه دي، ما طلعتش، ما حصلش عمليه التفريغ دي. في اللحظات دي بيبقى الواحد نفسه يبقى في اقوى حالاته لما يجي يسلم على الناس لاول مره، يشوفه في اذهى واقوى وانضج وانضر حاله ممكن يكون عليها. عشان كده كان نفسي جدا ابتدي بقى من الزمن لو كان بايدي اختار البدايه يعني. أقوى من سنة. طيب يا أستاذ، مصر حبيتك قوي. لا مصر والمصريين حبوك قوي. لأنه لأن أنا بحبها وبحبهم، ما هو ما ينفعش يحبوني وأنا مستورد. بتحبها قد إيه؟ لا ما في نوع من الحب ما تعرفش توصفه. بتحبها زي بيتك وزي ابنك وزي مراتك وزي أهلك وزي ناسك. يعني يا راجل ده أنا جاني عرض مرة زمان سنة 73، أنا كنت سافرت أمريكا مع صلاح الراب نعمل تورني في الولايات، كانوا يسموها تورني نلف في الولايات، كان عندنا 10 حفلات، 2 في كندا و8 في أمريكا. وأنا في شيكاغو جاني عرض من أحد أصحاب المطاعم هناك، انبسط مني أوي الراجل وصاحبنا، وبعدين قال لي اقعد هنا أنا هتكفل بتعليمك في الكونسرفاتوار وهتكفل بمصاريفك وهجيب لك شقة وهجيب لك مرافق، ومش طالب منك غير انك تعزف 3 ساعات على العشاء كل يوم. والله العظيم وحيد. وكان عرض سخي جدا وقتها طبعا جدا، هتتبع لك مصاريف دراستك
وفي نفس الوقت شقه وفي نفس الوقت مرافق معاك بيتحرك معاك على طول الخط وما انتش محتاج حاجه. ما نمتش ليلتها تعرف ايه اللي مسهرني؟ كان ريحه حي الزيتون، ريحه التوفيقيه، اني ارفع التليفون واكلم صاحب، اكلم صاحب اشتكي له وجيعه، يعني يشتكي لي هم. حاجات صغيره في مصر، صوت بحر سيدي بشر، والله العظيم حكي حاجات. قول يا استاذ انت بتقول شعر، حاجات ما حدش يعرف يفهمها الا اللي حساها. اللي حساها فعلا. وانت مصري جميل، تعال انا اسمعك انت قد ايه بتحب مصر. حبيبتي من ضفايرها طل القمر، وبين شفايفها ندى الورد بات، ضحكتها بتهز الشجر والحجر، وحنانها بيصح الحياة في النبات. حبيبتي بتعلمنا حب الحياة، من حب فيها حياتي شمس وربيع، والحب في الدنيا دي طوق النجاة، لولاه يضيع قلب المحب الوديع. يا حلوة يا بلدنا يا نيل سلسبيل، بحبك انتي رفعنا راسنا لفوق، ولو الزمن ليل ما يرهبنا ليل، شوقنا في عروقنا يصح شمس الشروق، للحلوة قلب كبير يضم الولاد، وزاد وزوادة وضلة وسبيل، الموت والاستشهاد عشانها ميلاد، وكلنا عشاق ترابها النبيل، وكلنا عشاق ترابها النبيل. حبيبتي من تنهيدها حن الوتر، غنت سحر صوتها الشجر والنخيل، وتعلم النجم البعيد السهر، وساب سماه وسرح في موجك يا نيل. حبيبتي غنوتها غطان الحنان، شموسة صافية نورها ما ينطفيش، في حضنها بنرتاح ونلقى الأمان، نعيش حتى إن متنا ليها نعيش. يا حلوة يا بلدنا يا نيل سلسبيل، بحبك انتي رفعنا راسنا لفوق، لو الزمن ليل ما يرهبنا ليل، شوقنا في عروقنا يصح شمس الشروق، للحلوة قلب كبير يضم الولاد، وزاد وزوادة وضلة وسبيل، الموت والاستشهاد عشانها ميلاد، وكلنا عشاق ترابها النبيل، وكلنا عشاق ترابها النبيل. كلام الأوتار مع الموسيقار عمار شريعي. هنكمل إن شاء الله مع بعض في الحلقات الجاية رحلة عمار الشريعي مع الموسيقى، فانتظرونا دائما على قناتي على اليوتيوب وكلام الأوتار مع عمار. كلام الأوتار مع الموسيقار عمار شريعي، يصحبه ناصر رشوان.